اما الحاجة الرابعة والاخيرة بقى، ردا على مسلسل الاختيار. المسلسل ده عمل يعني رد فعل كبير جدا في الشارع المصري والعربي يا لميس. كل الناس عرفت ايه اللي بيحصل في سيناء، محدش كان فاهم. الناس تقول له في كمين، في عبوة، الناس ما كانتش فاهمة. لكن خلال الاسبوع اللي فات ده مصر كلها شافت ايه اللي بيحصل. واعتقد بعد هذه الضربة اللي قاموا بيها، لأول مرة السوشيال ميديا تنتعش والكل يقول يقف، لا احنا واقفين مع جيشنا في سيناء. والأول مرة النهاردة بقى الجيش هو اللي بيقاوم، ومعاه الشرطة، ومعاه الشعب، لأن الشعب فهم ايه اللي بيحصل من هذا المسلسل. فأعتقد هذا المسلسل كان له تأثير كبير جدا، وأعتقد ان اختيارهم بالضربة دلوقتي انه كحاجة ضد هذا المسلسل، لا، جابت نتيجة عكسية. لان كنت شفت امبارح كل السوشيال ميديا، كل مصر نامت زعلانة بعد ما عرفوا ماذا يحدث في سيناء في خلال فترة الإرهاب.